نجح أحمد الجندي لاعب منتخب مصر الخماسي الحديث في تحطيم الرقم الأولمبي، حيث حقق 1516 نقطة بعد التأهل إلى نهائي أولمبياد باريس في منافسات الخماسي الحديث بعد احتلال المركز الأول في المجموعة الأولى. واحتل لاعب منتخب مصر الخماسي الحديث أحمد الجندي المركز الثالث في المجموعة الأولى بعد انتهاء منافسات الفروسية ضمن منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024. كان أحمد الجندي قد أنهى منافسات السلاح ضمن أحد ألعاب الخماسي الحديث في المركز الأول برصيد 250 نقطة في دورة الألعاب الأولمبية التي تقام بباريس 2024.